أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أنا حاسس إن السنة اللي فاتت عندنا في المنطقة العربية ما كانتش سنة عادية، مش بس قام فيها ثورات أسقطت ديكتاتوريين من كل الأنواع في البلاد المختلفة وغيره، أنا حاسس إن الشعور بتاع التغيير للناس نفسها فيه بدأ يبقى إحساس عام. ده نتيجة حاجات كتيرة جدا. العولمة خلت ناس كتيرة من شعوب مختلفة يعرفوا بعض أو يعرفوا عن وجود بعض، فالأول مرة بسبب الإنترنت وغيره أماكن عندنا في العالم العربي، حتى سوريا، اليمن، مصر، السعودية، الدول العربية المختلفة، بقينا كشباب منفتحين على فكرة في ناس بيتخضوا منها جدا، وهي تخض في الأول. بشر بيقولوا ما فيش إله، واحد يكتب كتاب اسمه God is not great، الإله مش عظيم، استغفر الله العظيم، كريستوفر هيتشنز. واحد تاني يكتب The End of Faith، ده سام هاريس، نهاية الدين. البشرية فضلت تتطور علميا لحد ما وصلت درجة، ده في نظره، انها تكتشف انه الدين كان كله خرافة. نحط ده كله ملف نتيجة الانفتاح، نحط جنبه ملف تاني اسمه طريقة التعامل الخاطئة باسم الدين مع التساؤلات. الجيل الجديد بقى بيسأل اسئلة، طب هو ليه دي حرام؟ ليه انا مفروض عليا كذا؟ طب هي المرأة مش بتقولوا انها يعني مساواة؟ انا شايف حاجة مش مساواة، فين العدل؟ ايه الحكمة في الحكم ده من احكام الشريعة؟ في واحد ملحد جالي وقال لي انتوا على فكرة متخلفين بسبب كذا، ارد عليه ازاي؟ سؤال. على فكرة مدام خلق السؤال جواه في اجابة، مدام احنا دين الحق، فما ينفعش يكون التعامل الاولي البديهي ما تسألش، الكبت، ما ينفعش. على كل حال ينفع ما ينفعش كان ده الوضع، وبنسأل ونتكبت، ونسأل ما نلاقيش إجابة شافية، ونسأل ويتقال لنا سألته ليه، ونسأل ونتكبت تاني، وهكذا. فجي تويتر، فبقينا بقى نسأل، ومن للأسف يا صف عظيم واللي يشتم واللي يعمل، أهو الكبت يطلع في حتة محدش بقى لا يقعد يراقبها ولا يقول عليها عيب. تعرف أهل تويتر وصلوا مرحلة أنه حتى أهل فيسبوك بالنسبة لهم حاجة تانية، وهكذا. فبقى السئيل قوي صاحب الأسئلة يعني الكتيرة قوي ده اللي بيلاقي نفسه بقى في تويتر مع اللي بيفكر زيه. بتهيألي ده له علاقة أكتر بأنه خلاص الدنيا كلها بدأت تضيق قوي، وبدأت الناس تبقى المعلومات كلها، احنا بنشارك المعلومات في ثانية واحدة، يكون الأرض كلها بتشارك نفس المعلومة، ما عادش حاجة تقدر يعني أو فكرة معينة تقدر تفرقها مثلا حدود، أو تقدر تفرقها يعني عدد ساعات من السفر يعني. فده خلى فعلا الجيل اللي لسه طالع بدأ فيه ظاهرة كده اللي هو الدين محل السؤال ومحل مسألة. فضلنا على الحال ده لحد ما جاء بقى نقطة تالتة أو ملف تالت، الثورات خلت اللي كان صابر على طريقة التعامل الخاطئة باسم الدين، ما تسألش، اعمل الطاعة من غير ما تفكر، ما فيش، انت اللي مش فاهم، أسلم هنا. على فكرة ما ينفعش تسأل هنا أسلم، فبقى الإسلام لله وأنك تستسلم إلغاء العقل. يا نهار أبيض، إن أنا أسلم لله
أبقى بألغي عقلي اللي خلق لي عقلي وقال لي في القرآن الكريم اللي قال لي أسلم فيه أفلا تعقلون لعلكم تتفكرون. ربنا عايزنا نعقل ونتفكر. الإسلام اللي ربنا بيقولنا فيه كده يتحول إلى إلغاء العقل عشان احترامي حضرتك ما عندكش إجابة على سؤال يلي بتتسأل السؤال دي كارثة. نزود على ده كله بقى انه بعد الثورات طلعت تيارات مختلفة بنية حسنة اكيد ونحسن الظن قالوا الاسلام كان غايب غياب جزئي او غياب كلي في بعض الدول مش بنحكم بالشريعة كلنا فلازم دلوقتي نحكم بما انزل الله. فبدأت الناس دي وهنحسن الظن الى اقصى درجة يدخلوا السياسة باسم الدين بمعنى ان هم الناس بتعتبرهم ممثلين للدين وبدأ يصدر أفعال مختلفة ورؤى مختلفة وطرق في التعامل والتفكير وأثبت على وعدي ولا غير وعدي لأن المصلحة تقتضي وما إلى ذلك. حاجات زي دي مختلفة كتيرة عملت بلبلة في الفترة الأخيرة. حصل بعض تصرفات من بعض التيارات الإسلامية أو المنتمية أو المحسوبة على التيار الديني سببت مشاكل عند ناس كتير جدا إنه بدأ يحصل عندهم خوف أو ذعر زي ما شفنا رموز دينية بيتحدثوا عن غزوة الصناديق زي عدم نصرة الحق زي تبديل المصالح حتى وان كنت بتعامل بسياسه وشايف ان انا بخدم لقدام في حاجات ما ينفعش فيها في حاجات ينفع فيها على فكره في حاجات تانية ما ينفعش فيها. طب ما انت جاي لي باسم الدين وشعارك ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وشعارات تانية كتير قوي وما توفيقي الا بالله اتصدمت في حاجات كتير يعني كتير ناس وعدت بحاجات وخلفت الناس كان مصدر ثقه لينا يعني لما ترجع تقول لهم الكلام دوت انت قلته ما عملتوش يقول لك اصل دي سياسه. ناس اتكلمت باسم الدين وطلعت كذابه وناس اتكلمت باسم الدين وطلعت تصرفاتها خاطئه. ده ما يعنيش ان كل الناس اللي بتاعه الدين او الناس اللي بتتكلم باسم الدين وحشه لا بس في نماذج سيئه بتعم على الناس كلها. بعض الناس يمكن بنيه سليمه لكن التوفيق ما كانش معاهم قوي هنا عملوا بقى أفعال معينة مش مظبوطة جدا أو غيروا وعودهم أو غيره أو ما أنكروش منكر واضح في وقت كان لازم أهل الدين ينكروا فيه المنكر. النقط دي كمان زودت حيرة الشباب اللي كان من الأول منفتح على أفكار غريبة جديدة عليه وكان متعود على طريقة تعامل خاطئة بتقوله ما تسألش وما تردش. وقامت الثورات ودت الشباب حالة عامة من الرغبة في التغيير تغيير الشر وحتى شوية من الخير لأنه غصب عنه بيتساءل. محدش علمه الدين الصح من الأول محدش رسخ جواه العقيدة والفهم الحقيقي لهذا الدين ما بالك عامله بالمحبة وعامله بمعاملة حسنة حتى لو كان عاصي. ده ملف تاني هنفتحه لكن حتى ترسيخ العقيدة كده بس محدش عمل كده وفضل صابر وصابر. فبدأ يلاقي أفعال خاطئة باسم الدين بتتعمل أو أفعال كان ينبغي أن تعمل ما بتتعملش. هنا في شباب كتير قالوا بس موقف وقفة فهمونا ديننا صح يا إما مش لاعبين. كلمة خطيرة وبتوجع بس حقيقية. الحقيقة ساعات بتوجع. مش لاعب يعني ايه مش لاعب؟ ماليش دعوة بأهل الدين مش نازل نصلي الجمعة مش عارف اتعامل مع واحد بيزعق في الميكروفون ومستخدمه منبر ان هو يسوق لفكرة سياسية معينة او مرشح. مش لاعب. انا رايح اقرب من ربنا انا عايز اروح الاقي اجابات عن تساؤلاتي. مرشح مين اللي انت بتقولي انتخبه على ذلك المنبر المقدس اللي كان بيقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت بتعمل ايه؟ ده من ناحية. ناس تانية كان أصلاً الأفكار والتساؤلات الفلسفية الحقيقية أنا جيت منين؟ لو في حد خلقني أصلاً سؤال بيتسأل كده بالطريقة دي بعمل إيه هنا في الدنيا؟ ولما أموت هروح فين؟ الأسئلة المصيرية بدأت تشتغل جواهم قوي عشان العقيدة أصلاً محدش يتعلمها تعلم راسخ مرسخ جوه من الأول. أعتقد أنها مشكلة مجتمع بأكمله. وقبل أن نلوم الفرد ينبغي أن نتوجه إلى المجتمع نشوف في البداية هل فعلاً وغرست في داخلهم قيم الإسلام السمحة جعلت منهم رقم واحد إنسان رقم اثنين مسلم رقم ثلاثة لديه من الأسس القوية التي تسمح له بالدخول في حوار مع أي إنسان آخر يؤمن بأي دين آخر أو أي فلسفة أخرى. المشكلة من وجهة نظري يعني ثقافية تعليمية في المقام الأول. المجتمع ما فيش شك أنه محتاج أنه هو يطور منظومة التعليم فيه دي من ناحية ومن ناحية تانية محتاج تطور فكر احتواء
لان اللي قدامك وخصوصا لو سنه صغير شويه يبقى لسه ثقته الكامله يعني لسه ما نضجتش, او شخصيته لسه محتاجه وقت علشان تنضج بشكل كافي. انت بتزرع فيهم النموذج المثالي, لو كنت انت بتقدم قدامهم نموذج مثالي ما تكذبوش ما تعملوش, النموذج التربيه السليمه اللي على قد ما تقدر, لكن فعلا اللي بيشاركك في تربيتهم هو المجتمع, هو المدرسه, هو الجامعه. الواحد خايف فعلا. وهي دي على فكرة اللي فصلت الكنيسة عن الدولة هنا في الغرب. نفرة, رد فعل, متدينين عملوا أفعال خاطئة سيئة ضد الفطرة باسم الدين. In these days, church has no influence, and even you know, in Italy, all these pedophiles and all this, I don't know, it's going mad. I think that separation sort of came about. But I think the fact that the West is becoming maybe less and less religious in a way. I probably don't believe in God, and I certainly don't follow a religion. No, I don't believe in God. I do not believe in God, no. I think that believing in God is something completely useless. I don't believe that there's someone who can care about us more than us. People often talk about Britain as being a Christian country. I have to say, not being a Christian myself, I don't really see it in those terms. Of course, I recognise the historical significance of Christianity in this country, and there are still some vestiges of that. You can go to church and be maybe insane in your brain, you know. You can be a normal person like me and just keep your common sense, or just keep your mind, your soul clear. واحنا فاكرين ان اوروبا اللي احنا دلوقتي بنقول ان يمكن اكبر نسب الالحاد بتبقى في دول اوروبيه حتى اكتر من امريكا وغيره, كانوا كده من الاول ما جم كده ملحدين, دول اكتر ناس كانوا متدينين باسم المسيحيه, اكتر ناس كانوا مسيحيين. انت وانت ماشي في انجلترا الشوارع كلها سانت اندروز, سانت بول, القديس اندرو, القديس بول, الشوارع دي كلها متسميه على قديسين. المجتمع ده كان مجتمع متدين جدا جدا, بس حصلت أفعال خاطئة جدا باسم الدين. على سبيل المثال في قضية العلم والإيمان, science and faith, الصراع اللي العالم الغربي عايش فيه دلوقتي, وكأن الساينس والعلم التجريبي توصل إلى أنه بيثبت أنه ما فيش إله, وبيثبت أنه الكتب السماوية كلها مش صحيحة, والاعتقاد أصلا فكرة خرافية. كلام طبعا محتاج تأمل وممكن نبقى نفصل فيه, بس القضية دي والفكرة دي أصلا جت منين؟ جت من تعامل خاطئ باسم الكنيسة مع اكتشافات علمية معينة. لما جاليليو يكتشف ويبني على نظرية كوبرنيكوس اللي حصل لها هي كمان معارضة, كان الناس زمان فاكرين الأرض هي المركز بتاع الكون, فيجي كوبرنيكوس يقولك لا دي الشمس هيليوسنتريك, فيجي جاليليو يقولك ده الشمس كمان بتتحرك, تطلع الموضوع كله بيتحرك, وربك قايل من زمان كلهم في فلك يسبحون, ودي من خطة الشيطان نعوذ بالله منه. لازم الكلام يتطرق بنا إليها, إنه ينسب كل شيء غير أخلاقي أو غير منطقي أو غير واقعي أو غير رحيم أو غير عادل إلى دين ربنا من خلال تخلق المتدينين بالأخلاق السيئة دي, ويبقى في أفكار أخرى من غير ربنا, من غير الوحي, من غير الدين, هي الأجمل, هي الأعدل, هي الأحق, هي الأكثر واقعية. إزاي؟ الدين هو الحق, الدين نزل من عند الحق, الدين هو العدل, نزل من عند الله العدل. ربنا ما اسموش العادل, اسمه العدل سبحانه وتعالى, ربنا اللي خلق الجمال, إن الله جميل يحب الجمال. إزاي الدين ما يبقاش كده لما المتدينين يبدأوا ما يبقوش كده؟ أحد العلماء مرة قال لي كلمة خطيرة مش قادر أنساها أبدا, قال لي من أسرار الكون إن الشيء الجميل لما بيفسد أو يموت يصبح أقبح الأشياء. وممكن نتأمل ده في أي حاجة, في الزرع, في الورد, في جسم الإنسان, الرجل, المرأة اللي ساعات الرجالة يتفتنوا جامد قوي بيها, وغيره من هذه المعاني. لو ربنا خد سره
من الحكاية دي أو أراد لها الموت لأي حاجة خلاص. بعدين قال لي كلمة خطيرة، قال لي التدين لا ينجو من الحكاية دي. التدين ممكن يبقى جميل لو هو صح، لكن التدين لو هو غلط ومش مبني على الدين الحق ممكن يبقى قبيح جدا. حدسي أن ما مرت به الأمة العربية وخاصة مصر في خلال السنوات الماضية 30-40-50 سنة الأخيرة من اهتزازات سياسية من انتشار للفساد ربما زعزع إيمان البعض الذين لم يكن لديهم أساس قوي من البداية، إلى حد أنهم كفروا بأمور كثيرة، اختلطت لديهم قيم الدين من ناحية، بقيم المجتمع من ناحية أخرى، بقيم السياسة من ناحية ثالثة، وربما قرروا أنه في نهاية المطاف في هذا الخلاص. فمحتاجين نخلي بالنا من الجزئية دي، في ناس فقدوا الثقة في اللي بيتكلموا باسم الدين تماما، مما يعني أنه نوع منهم هيفقد الثقة في الدين كله، ونوع آخر يقولك لا الدين زي الفل بس محدش بيعرف يطبقه، محدش بيفهمه، فمعلش خليه جواك ومحدش يتكلم باسمه بقى، أو اللي يتكلموا باسمه مش ملزمين لنا بأي طريقة. فتخرج الأخلاق من الحياة وتخرج التعليم الشرعية من الحياة تماما، لأنه الناس مش واثقة فأنهي تفسير صح. بدأ في جماعات متقسمة كتير مختلفين في الآراء مع بعض، فدي حاجة ممكن تخلي الشخص ينفر من الدين، بالذات لو أنت تفرض حفرت في دماغك فكرة إن الناس دي مش صح. وهو لا شك إنه اللي بينفر عن الدين بسبب أفعال بعض المتدينين جزء منه أكيد بيبقى هوى النفس، يعني بيصادف هواه، هو أصلا عايز ما يبقاش فيه قيود، فبيلاقي حد بيعمل الخطأ باسم الدين ولك أكيد الدين كله غلط ويمشي. ولا شك برضو في خطأ آخر، إن أنت في الآخر لا يعرف الحق بالرجال إنما يعرف الرجال بالحق، فأنت المفروض تبص على المنهج مش على الأتباع. لكن في ناس بيروحوا بجد يسألوا هو إيه المنهج، فيلاقوا أتباع بيقولوا لهم المنهج كده، المنهج الضيق ده، فهو اعتقد بجد إنه ده الدين. لو المرجعيات بتقوله ده الدين، يعني منين ندعي أو منين نتصور إن هو ممكن يعرف يفرق حاجة عن حاجة؟ هو ما درسش فراح يدرس فدرست له حاجة غلط. أنا وأنا إن إحنا نصحى ونفوق، ما بالك بقى أثر المشكلة دي لما المسلمين بيكلموا الآخر. يا صباح الخير، يا صباح الخير لما إحنا نيجي على الدين اللي ممكن تشبهه بأنه هو مثلا لو جينا في عالم البيوت مثلا فيلا ضخمة بجناين وأوض يعني تستحمل الناس كلها يعيشوا فيها، جواها أوضة صغيرة تحت أو جزء الدور الأرضي بس صغير كده، فأنت تيجي تقوله لازم تسكن بس في الأوضة المتر في متر دي، ليه؟ ضيقت واسعا، حجرت واسعا، ضيقت على الناس، اللي بيضيق على الناس ربنا يضيق عليه، ما ينتشرش الدين كده أبداً.